انا عارف ان انا هندم على القرار اللي انا بعمله دلوقتي ده. انا هجرب العب فول تشامبيونز تاني لايف. يعني انا اساسا الراجل بتاعي الويك ده مش كويس قوي، لعب 6 ماتشات كسبان 3 وخسران 3. تعالوا نلعب كده شويه فول تشامبيونز وان شاء الله ربنا يوفقنا. ده التيم اللي احنا هنلعب بيه، ده التيم بتاعي دلوقتي. شيزني فور، لوكاكو او جوردن لوكاكو اخو لوكاكو، ده اخوه بجد عامه. كوستاس، مالولا، سمولينج، فالنسيا، كانتي، دي بروين، نانجوليان، ميرتنز، لوكاكو، مارسيال. انا عارف ان مارسيال بيلعب اوت اوف بوزيشن، بس يا جماعه مارسيال ما ينفعش. يعني مارسيال انا لاعب بيه 60 ماتش جايب بيه 37 جون و12 اسيست وحاطه اوت اوف بوزيشن، فاللي هو جامد. والتيم بتاعي واخد فيتنس وكله حلو، ويلا بينا نبتدي. اول ماتش كوادرادو، نيانج، بولازي، الي علي، بانيجا، بيانيتش، فلورينزي، كيليني، بارزاجلي، جيبس، بوف. عامة دي أكتر فرقة بخاف منه، والله دي أكتر فرقة بخاف منها. أنت تخيل يا عم الفرقة دي والله بتبقى مزفلطة إزاي؟ فوت تشامبيونز. إحنا بنلعب فوت تشامبيونز. مش وقتك. أيوه نبتدي القرف بقى، يلا يلا يا أبو لازي. أيوه هو ده اللي أنا عايزه بالظبط، هو ده اللي أنا عايزه بالظبط، حاجات بقى من دي كده. والله يا جدعان أنتوا مش متخيلين ماتشات فوت تشامبيونز دي يعني بتبقى جميلة 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 ازاي؟ وكانتي اوبا يا ابتدينا. ادي اول عرض، يلا نعد بقى مع بعضينا يا جماعة، يلا نعد. يعني يوم ما تمشي معايا ما تمشيش معايا في نفس الوقت. بصوا بقى القرف، بصوا القرف، يلا اكيد طبعا بولازي جون، طبعا طبعا جون، طبعا طبعا بولازي جو. وانا مضيع كورة في الستة ياردة في العرض ده الاساسي بتاعي يعني. نيانج كمان، ايه ده نيانج؟ ايوه نيانج، ادي فيزيكال نيانج. ما هو نيانج الله الله نيانج. نيانج اللي ب 60 فيزيكال بيعمل فيا كده، الكورة عمالة تخبط وتروح له. ايوه اوعى ترجع له تاني طبعا بعد ما قطعها 6 مرات. يلا ادي ثرو لما يتصدش. ايوه بولازي طبعا جون تاني. انا كسرت الدراع قبل كده، مش عايز اكسر الدراع التاني بقى. هو بجد لوكاكو الفاول ده يعني بجد ده ما اتحسبش فاول؟ اللي هو وقع على وشه فوق دي، انا كنت فاكر انه مدي ادفانتج. هو انا بالانس بيعمل ايه؟ اكيد طبعا اكيد ما فيش، خلاص خلاص هي خلاص ماتش يعني هاندي كابت الواد ده خلاص كده ما فيهاش. نيانج انا قلت لكم قبل الماتش يبتدي، والله والله انا قلت لكم ايه ده اكتر فرقه انا بكرهها، الواد فرقته ما تعديش ال 10000 كوين ويعمل فيك حاجات اقسم بالله تلاقي لعيبته بتطير بتطير في الملعب، وانا لعيبتي ما فيش خالص، ما لا حد عايز يجيب الكوره في الست ياردة في العارضه ولعيبتي مش موجوده في الملعب زي ما انتم شايفين كده. يعني اللي ما اعرفش حوار الهانديكاب ده اللي هو لو انت بتلعب فرقه ضعيفه منك بزياده بتحس يعني بتلاقي الادفانتج للفرقه دي من ناحيه تحركات لعيبه من ناحيه كل ده. طبعا ده كلام مش بروفن يعني، بس انا عامه مصدق الحوار ده جدا. انا ساعات كتير جدا عيال زي دي تلاقي فرقته مش عشان هو لعيب، لا هو بجد يعني عادي، هو واد عادي جدا، بس انا لعبت زي ما انت شايفين مش بص لعبتي اوت اوف بوزيشن كلها ما بيتحركوش، وهو عنده لعيب زي بولازي ده ولعيب يضرب لعيبتي عادي جدا والكره تخبط وترجع له تاني حاجات كده. وانا ساعات بنزل برده ماتشات الاقي عيال عندها مثلا ميسي ورونالدو وكده والاقي لعيبتي بتتحرك تحركات كلش عمرهم ما اتحركوها في الماتش اللي فات، يعني مثلا مش عارف يوقف الكوره يعني. فانتوا شايفين ان الحوار ده بجد، انا مصدق الحوار ده من فيفا 14 عامه، يعني حوار الهانديكاب ده انا واحد من الناس اللي بتصدقه يعني، يعني بيحصل ضدي وبيحصل ليا برضه يعني ساعات بيحصل ليا يعني. مش هنكر يعني، بس انا معرفش الحوار بجد ولا لا يعني، لو انتوا تسمعوا الحوار ده يا ريت تقولوا لي تحت يعني. بصوا بقى لعبته، بص لعبته بتجري وتنطلق وتطير. هتعمل ايه؟ هيدي طبعا اللفه اياها. ايوه ماشي، رفع المعفنه اياها وطبعا الجون بتاعي وقع على وشه. الله، ولعبته تخش على بعض وهات جون. ماشي طبعا ما بقول لك ما فيهاش خلاص كده. على اللعبة وجمال اللعبة، شايفين الجون يا جماعة؟ شايفين الفن في الجون؟ لعيبتي تخش على بعض ويقعوا بعض وتشوط الكورة شوطة زبالة تتمسك من الجون عادي جدا، الجون يوقعها قدامه في رجل نيانج وتخش جون. سكريبتنج بقى ده حوار تاني، هو يشبه الهانديكاب يعني. سكريبتنج ده ان انت لعيبتك تبقى طب وانا ما يعني مش فاهم.
طيب انا عايزك تخش فاتح ايدك كمان. لا والله عايزك تخش عامل كده تاني، بتاخده في حضنك انت. سكريبتنج بقى ده اللي هو بيبقى يعني مختارين حد كسبان من قبل ما الماتش بيبدا. اعتقد انتوا هتلاقوا فيديوهات كتير على فيسبوك بتتكلم حوار ده، على يوتيوب قصدي بتتكلم حوار ده، يعني انا مش بحور يعني، بس انا مش عارف حاسس حوار السكريبتنج ده برضه ممكن يكون صح يعني. اوبا يا فرج الله جبت جول. ايه يا عم انت بتضيع وقت على ايه؟ انت كسبان خمسة. طب ده كان ماتش جميل جدا، جميل جميل يعني حقيقة. الواد جايب خمس تجوان، الخمسة أحسن من بعض، يعني شايط ستة أون تارجت وجايب خمسة منهم. وأنا عندي لوكاكو اتصاب، يا ابني هو أنت عملت حاجة الماتش اللي فات عشان تتصاب؟ ده إيه القرف ده؟ هنخش تاني ماتش وطلع لنا واحد بجريزمان ولاكازيت نوفمبر وبن عرفة وفاستوري وفيراتي انفورم وماتويدي الكساندرو تاجو سيلفا ومش عارف مين اللي جنب تاجو سيلفا ده اورير. الواحد في مود جميل جدا يعني، عارف اللي هو المود بقى اللا مبالاه، يعني هبدا ماتش اتاكينج هاي بريشر ويلا بقى زي ما تيجي تيجي. ايوه لوكاكو ماشي مش مشكله، يلا احنا دايما نبدا جامدين كده نروح لابسين ست جوان على طول. اللعبه دي هتعمل لي حاجه ويخرب بيت ام يعني اللي حط ال2 حوار ال2 في اللعبه دي، انا بجد مش عارف هو كان بيفكر فيه يعني. هو كان قاعد كده يا جماعه احنا شايفين ان اللعبه مش مستفزه بزياده، تعال حط زرار ال2 يديك القدره ان انت تفضل دايس الزرار واللاعب اللي قدامك ما يعرفش ياخد الكوره. قشطه فكره جامده عامه. ايه اوبا 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 جون ده حلو، لا جون ده حلو صراحه. ايه ده؟ انا مش عايز بس ايه ابتدي اخد الثقه قوي، الاقي الواد راح منزل لي بقى ديناريا ومش عارف مين، وهو يقعد هو ابتدى يتشقلب لي من دلوقتي. واحنا نلعب بلا مبالاه زي ما احنا كده عادي جدا، الماتش مش فارق معانا. جريزمان جريزمان ب 200,000. ايوه ايوه اضرب يا راجل يا عم مارسيال ينجز بقى، يعني ما صدقنا الموضوع شويه معانا اهو. اجري يا انتوني، هيا بنا يا انتوني، هيا لوكاكو عمر ما بعرف وتيجي للي عايز ارفع له. اه الحمد لله، انا كنت عايز اشمس اصلا واشوط راح متزحلق وساب الكوره، يعني عمل كل حاجه عكس اللي انا عايزه، حاجه نيله خالص. انا لعبت فيش لعيب عندي بيجيب هدات بجد، فيش لعيب عندي بيجيب هدات، ولا طويل ولا قصير، ولا لوكاكو عارف يجيب الهيد ولا كانتي عارف يجيب الهيد. الكره دي جون طبعا، انا مش عارف ازاي ما دخلتش، مش عارف بقى. هو ايه اللي جاب سبولينج بيجري ليه؟ سبولينج انت جاي هنا تعمل ايه يا حبيبي؟ انا عاملها اتاكينج مثلا، انا عاملها اتاك. طب ماشي اتاكينج بس مش يا ابني التحول، اللي ما بتعرفش ترمي اوت يا ابني، والله عيب عليك يا ابني. اه بصوا بقى سمولينج الطلعه بتاعته دي هتبوظ الدفاع ازاي يعني. انا والله اخ بيت القرف، ايه ده ضربه جزاء؟ ايه يا نهار اسود يا نهار اسود، انا والله تعبت من اللعبه دي يعني. طب عملت ايه بجد؟ لا لا شاط الكوره وضيعها، انا خدت طرد ليه؟ اكيد طبعا جول. يا نهار اسود يا نهار اسود على اللعبه دي، يا نهار اسود على اللعبه دي. انا هو اول حاجه انا ما اعرفش ايه اللي طلع سمولينج قدام اللي هو بيجري بقى خلاص داخل يجيب جون يعني، والتاني ضربه الجزاء واللاعب اتطرد عندي عادي جدا يعني. اه يا جمالك يا فيفا يا جمالك يا فيفا. طب حكم الدقيقه 90 بقى لها نص ساعه، حضرتك طبعا هتصفر اول ما انا اقطع الكوره وداخل انفراده مش كده؟ طبعا اه طبعا اكيد، يبقى الكوره معايا انا وداخل خلاص هجمه مرتده، يروح حكم مصفي. اه الله بديله الكوره، والله انا بحب كده، احب الروح الرياضيه. الواد نزل لي مارسيال، الواد فاهم اللي فيها والله. ايوه بقى كده، هو بيلعب بلعب ناقص واحد والواد منزل لي شويه عيال بتجري جري. فاول ايه بقى يا جدعان؟ فاول ايه؟ انا داخل على الكوره، ودي كور انا بكرهها، عنده كميه حاجات ممكن يعملها. راح انه يشوط طبعا، ونايا باصي بقى اللي فوق لتحت ويخش يزفلط، فانا بخاف من الكور دي جدا. هيعمل ايه بقى الشقي؟ يا شقي يا شقي يا شقي، بس اوعى غبي. يلا احمد يا موسى بقى، يلا احمد يا موسى بقى، اجري بقى اجري بقى اجري بقى اجري بقى. ايوه احمد يا موسى اجري يا اسطى، اوعى. ماشي اعمل ايه بقى هنا؟ مش عارف.
احنا كسبنا ماتش فول تشامبيونز يا جماعه. اخيرا كسبنا ماتش فول تشامبيونز. اه احنا لاعبين 8 ماتشات كسبنا 4 وخسرنا 4. طبعا ده مش حلو خالص يعني. مش عارف الويك ده مش لذيذ خالص. سلام عليكم. لو عجبكم الفيديو ده تعملوا لايك للفيديو. عايز اتفرج على الفيديوهات الثانيه اللي فيفا. اعملوا سبسكرايب على الهاردوير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يا جدعان. والسلام عليكم.